السلام عليكم، يعطيكم العافية. طلاب الأول ثانوي، معكم الأستاذ منير. نبلش معاكم الدرس الرابع من الوحدة الثالثة والدرس الأخير إن شاء الله. بدنا نزغرت لأنه راح نخلص الفصل الأول. نبلش. The scene is the London International Horse Show on the 17th of December 2013. طيب بحكي لك إنه المشهد هو عرض الأحصنة أو عرض الأحصنة العالمي اللي في لندن، تمام؟ يوم 17 ديسمبر 2013. and the opening event is dressage، والحدث الافتتاحي هو الدريساج اللي هو عرض الفروسية، which is a show of skill and communication between rider and horse، واللي هو عبارة عن عرض مهارة بين أو عرض مهارة تواصل بين الراكب والمركوب اللي هو الحصان، تمام؟ بين راكب الحصان والحصان. Into the stadium trots a beautiful brown horse with his rider on his back. فبحكي لك إنه الاستاد trots يعني أصدر صوت هرولة من قبل إيش؟ حصان بني جميل. With his rider on his back، مع راكبه على ظهره، تمام؟ يعني بمعنى إنه الافتتاحية صار طلع الحصان وكان صاحبه راكب عليه وعم بيهرولوا قبل ما يبلشوا كأنه العرض الرسمي. They stand perfectly still، يعني وقفوا بشكل تام. Waiting for the music to begin، عفوا، وانتظروا الموسيقى حتى يبدأ. As the first chords are played they start a routine which will break the only record they haven't broken until now. As the first chords، الكوردز اللي هو are played اللي هي خلينا نحكي العزف الموسيقية الأولى، يعني خلينا نحكي الفرقة الموسيقية الأولى عشان نبلش العرض. They start a routine which will break the only record they haven't broken until now، يعني راح يبلشوا بروتين وسوف يكسرون، أو هذا الروتين راح يكسروا فيه الرقم الوحيد اللي ما كسروه لحد الآن. This unstoppable team is Vallegro and his rider Charlotte Dujardin. إذن هذا الفريق الذي لم يتم إيقافه، يعني مستحيل إنه يخسر، هو فاليغرو الحصان، اسم الحصان، and his rider، وراكبه اللي هو تشارلوت دو جاردين. هنشوف صورتهم، هذا الحصان فاليغرو وهي الراكبة هي امرأة. They are now world champions in dressage، إذن هم أبطال العالم في الفروسية، and they haven't been beaten for 3 years، ولم يتم هزيمتهم منذ 3 سنوات. She rose to fame at the Olympics. إذا she rose يعني صعدت to fame للشهرة at the Olympics من خلال الأولمبياد، where she won Great Britain's first ever gold medal for dressage، واللي فازت فيها بأول ميدالية ذهبية بريطانية على الإطلاق، أو عفوا فازت بال Great Britain's يعني بطولة بريطانيا العظمى بأول ميدالية ذهبية for dressage للفروسية. This showed everyone that she was a skilled horsewoman. And she has only got better since then. وهذا أظهر للجميع إنه هي راكبة ماهرة وتتحسن من ذلك الوقت. However, Charlotte, who is Vallegro's trainer as well as his rider, comes from a humble background. وأيضا تشارلوت، حكوهم اسم العيلة أو لا اسمها الأول، تشارلوت دوجاردين. أتوقع تشارلوت هو اسم العيلة، دوجاردين يمكن قد يكون هو اسمها الأول. عادة بنادوا بالأسماء العيال. هو is Vallegro's trainer as well as his rider، اللي هي مدربة Vallegro وأيضا راكبته. comes from a humble background، يعني جاءت من a humble background، يعني خلفية متواضعة، يعني إنه حياتها ما كانت بها الغنى. She was born in a town north of London that is called Enfield and her love for horses and riding began at the early age of 2 years old. إذن هي ولدت في بلدة في شمال لندن تطلق Enfield. Enfield وقعد الانفيلد ملعب ليفربول أو الانفيلد درك. المهم and her love for horses and riding began at the early age of 2 years old، وحبها للفروسية بدأ من early age of 2 years old. Charlotte's mother was fond of horses and so she understood Charlotte's love for the animals and her hobby. إذن والدة
تشارلوت واز فوند اوف هورسز، يعني كانت محبة للأحصنة، وفهمت حب تشارلوت فور ذا انيمالز اند هير هوبي، وفهمت حب تشارلوت للحيوانات وهوايتها. Both Charlotte's parents worked extremely hard to make enough money to fund Charlotte's passion. إذن والداها عملوا بجد to make enough money عشان يجيبوا مصاري بما فيه الكفاية to fund عشان يمولوا Charlotte's passion، هواية Charlotte. Charlotte grew up with horses. إذن هي اتربت مع الأحصنة أو نمت مع الأحصنة، taking lessons at the local riding school and spending as much of her free time as she could helping out to care for the horses she rode. وأخذت الدروس في مدرسة الركوب المحلية، وقضاء وقت الفراغ يعني بأكبر بأقدر أو بما تستطيع عشان تساعد الأحصنة وتهتم بالأحصنة اللي بتركبه. Since she was 16 years old، منذ أن كانت في 16 من عمرها، Charlotte has been working at the stables of a famous horseman. إذن Charlotte بدأت بالعمل في الستيبلز يعني الاسطبلات لـ a famous horseman، رجل أحصنة مشهور. Carl Hester، اسمه Carl Hester. Carl asked here to work for him. إذا سألها عشان تعمل معه as a groom، كمربية أحصنة. طبعا groom كمان تجاريس. After she won a competition، كما بعد ما فازت في منافسة، Hester asked Charlotte to train Vallegro and they made an excellent team from the beginning. Their partnership has been developing ever since. وإذا هي سألت هو سأل Charlotte عشان يدرب Vallegro، وعملوا فريق ممتاز من البداية، و their partnership يعني شراكتهم بدأت بالتطور منذ ذلك الوقت. Charlotte's passion has not been lessened by her success، يعني هواية Charlotte لم تقلل من نجاحها. She trains hard of course but she says that she still finds time to relax with Vallegro. إذا هي كانت تتدرب بصعوبة وبجد، وتقول إنها ما زالت تجد الوقت عشان ترتاح مع فاليغرو. going for rides، تذهب الى for rides يعني تذهب الى جولات ركوبيه in the countryside في الريف near her parents home، بالقرب من بيت ابويها. ever since her first global success she has been trying as hard as she can to keep her home life as simple and stress free as possible by spending time at home. ويعني منذ ذلك الوقت نجاحها العالمي الأول، منذ يعني نجاحها العالمي الأول، بدأت تحاول بجد إنها تبقى قريبة من البيت، أو إنها تخلي البيت بسيط و as stress free وخالي من التعب والجهد as possible قدر الإمكان by spending time at home، بقضاء وقت في البيت، لأن الإنسان بعد ما ينشهر ويصير غني فخلينا نحكي اهتماماته في البيت بتقل. She says that her family and friends and horse are the reason she has been able to stay relaxed and confident enough to keep up her score of unbroken records. However, her mother says she has always known Charlotte would be a star. إذن هي تقول إن عائلتها وأصدقائها هم السبب إنها تكون قادرة على الارتياح وإيجاد الثقة بما فيه الكفاية to keep up her score، عشان تحافظ على أرقامها أو unbroken records يعني أرقامها الغير مكسورة. However her mother says، ولكن يعني أمها بتحكي إنه هي دائما كانت بتعرف she always has known إنه Charlotte would be a star، إنه Charlotte راح تكون نجمة. نتعرف على أسئلة. What is special about the horse and rider's performance in the event described in the first paragraph؟ إذن شو هو الحدث الخاص حول الأحصنة أو أداء الأحصنة أو أداء راكب الحصان in the event described in the first paragraph، في الحدث الموصوف بالفقرة الأولى؟ إذا الجواب their performance was so good that it broken record. This record was also the only one they had not broken before which makes them world champion. إذا هذا الأداء تبعهم كان جيد جدا لأنهم كسروا الرقم
الموجود، الرقم القياسي او الرقم العالمي. This record، والرقم العالمي يعني بيكون مثلا خلينا نحكي الرقم العالمي لسباق ال 100 متر، واحد جابه ب 10 ثواني، تمام؟ هلا البطوله اللي بعدها اذا واحد جاب 9 ثواني مثلا و70 ثانيه بيكون كسر رقم ال 10 ثواني، فبيصير هو الرقم العالمي. بيجي بعدين واحد بعد سنه بعد سنين بده يحاول يكسر هذا الرقم الموجود. طيب وهذا الرقم الوحيد اللي ما كان مكسور واللي خلاهم ابطال، يعني كسروه خلاهم ابطال. The words humble background mean that، وين احنا؟ خلينا نروح على السؤال الاول. حكينا جواب قبل السؤال. What is meant by the words humble background? Explain with a reference to paragraph 3. بحكي لك ماذا نعني بكلمة humble background، خلفية متواضعة. اشرح with a reference to paragraph 3 مع مرجع الفقرة الثالثة، أو مع رجوعك للفقرة الثالثة. The words humble background mean that the child did not have a lot of money growing up. Her parents had to work hard to get enough money for lessons. يعني إنه والدها إنه ما كان عندها مصاري كتير، هاي معنى خلفية متواضعة. ووالدها كان يشتغلوا بجد عشان يأمنوا لها الدروس، مصاري الدروس. السؤال الثالث. How did Charlotte meet her horse Vallegro? Explain in your own words. كيف Charlotte قابلت أو تعرفت على حصان Vallegro؟ Explain in your own words. اشرح بكلماتك الخاصة. When Charlotte met her horse Vallegro when she went to work at Carol Hester's stables and she started to train the young horse successfully. إذن هي لما راحت على اسطبلات كارول هستر وتعرفت عليه، دربت هذا الحصان الصغير بنجاح، ومن يوميتها صارت العلاقات بينهم خبز وملح. Name two things that Charlotte does to relax. سمي شغلتين Charlotte بتعملهم عشان ترتاح. إذا Charlotte goes for rides in the countryside, spends time at home in order to relax. أول شيء بتروح جولات مع الحصان تبعها للريف وتقضي وقت في البيت ومع العائلة in order to relax عشان ترتاح. والسؤال الخامس. Why do you think Charlotte and her horse are such a successful team? ليش تعتقد إنهم Vallegro يعني Charlotte فريق ناجح؟ إذا الجواب Charlotte and her horse could be a successful team because she trained him and so they know each other. تكمل الجملة. And so they know each other well. It might also be because they work hard together. لأنه هم فريق ناجح لأنه بتدربوا منيح وبيعرفوا بعض كويس. And وأيضا لأنه بتدربوا بجد أو بيعملوا بجد مع بعض. السؤال السادس. Does the story inspire you to take up a hobby or try harder at something you are passionate about? Why not? بحكي لك هل هذه القصة تلهمك عشان تحترف هواية أو تجربها بكل ما أوتيت من قوة، أو تجرب يعني بكل ما أوتيت قوة شيء أنت passionate about يعني عاشق فيه. passion يعني شيء أنت تعشقه جدا، هواية يعني لحد العاشق. why أو why not، لماذا أو لماذا لا. فالجواب يا حلوين suggested answer يعني إجابة مقترحة. it لحظات الله أكبر. الله الجواب. It inspires me to try harder at all sports because Charlotte loves what she does and is not just competing to win. I would like to be as dedicated to sports as Charlotte is to horses and riding. It obviously makes her very happy and fulfilled. إذن هذا يلهمني إني أجرب بجد كل الرياضات، لأنه Charlotte بتحب what she does اللي بتعمله and is not just competing to win، بس مو فقط بتنافس عشان تفوز. I would like to be as dedicated to sports، يعني أنا حابب إني أكون مجتهد ومكرس نفسي للرياضة مثل Charlotte، مثل Charlotte بالأحصنة والركوب. و it obviously يعني من الواضح makes her very happy إنه هذا جعلها سعيدة and fulfilled وراضي. عندنا قاعدة the present perfect continuous، المضارع التام المستمر. بإمكانكم تدخلوا على قناتنا غرد بالإنجليزي ممنير من خلال قائمة التشغيل، تختار قواعد، تختار هاي القاعدة. طيب القاعدة إما have أو has been training، إذا كان عندنا مفرد has وإذا كان عندنا جمع have، وهي بتحكي عن شيء أنك أنت كنت تعمله في الماضي وما زلت تعمله في الحاضر وما زال راح يكون له
أثر في المستقبل، يعني إنجازات في المستقبل أو استمرار في المستقبل. إذا Charlotte has been training in dressage since she was very young. إذا هي كانت عم تتدرب Charlotte في الفروسية منذ أن كانت صغيرة جدا. إذا بالماضي كانت تتدرب وبالحاضر عم تتدرب، بالمستقبل لسه راح تضل فيها يبين. She has been winning، نضاعف حرف الأخير تبع لأنه قبله حرف إلا، winning competitions يعني ما زالت عم تفوز بالمنافسات all over the world في كل أنحاء العالم. And she has broken many records in her career so far، ويعني قد كسرت has broken، هون استخدموا المضارع التام لأنه عم تحكي عن إنجاز. Many records in her career so far يعني كسرت العديد من الأرقام مؤخرا، so far من دلالات المضارع التام. Since she was employed by Carl Hester، ومنذ أن يعني توظفت عند عمك Carl Hester، she نفس الشيء has been، وهون الwork ing working as a team with her horse يعني ما زالت تعمل كفريق مع الحصان فاليجرو. She has always said that having free time is really important to her، وكان دائما تقول انه يعني قضاء وقت الى اخره، حكيناها اي مليون مره. Ever since she started riding her mother، اذا her mother مفرد، has been saying that she would be a star، اما كان دائما تحكي وما زالت عم تحكي انها راح تكون نجمة، نجمة في السماء. طيب يحكي لك look at the photographs، what have the people been doing، use the verbs in the box، يحكي لك اطلع على الصور وشو الناس عم تعمل. what have the people been doing، شو الناس عم تعمل، هذا السؤال بالمضارع. بالمضارع التام المستمر، هون ما بعرف كأنه عم تطبخ، فمثلا ممكن تحكي على هاي الصورة she has been cooking since the morning، يعني عم تطبخ منذ الصباح ولساتها عم تطبخ، تمام شكله الأكل راح تجهز المغرب. طيب بحكي لك التمرين، هون حاول تكتب جمل من عندك، بدك تعمل أسئلة على هدول. إذا you do for the past، فأنت بدك تبلش بسؤال what، واليو بتاخذ have لأنه من ضمائر الجمع، وبدك تحط صيغة المضارع التام المستمر what have you been. إذا قبل اليو بدك تحكي أول شيء what have you، وبعد اليو been، والفعل دو بده يصير ing، what have you been doing for the past hour، شو كنت عم تعمل الساعة الماضية. الجواب I have been learning about the present perfect continuous، كنت عم بتعلم حول ال present perfect continuous، كنت عم بتعلم حول المضارع التام المستمر وما زال عم يتعلم، تمام. يلا نفس الشيء what have، بدك تحط what have you بعد you been learned، بتصير ing، learning in your English lessons this week، اذا شو كنت عم تتعلم في دروس الانجليزيه هذا الأسبوع. جاوب من عندك I have been learning مثلا simple present، كنت عم بتعلم المضارع البسيط. طيب what، الآن هون بدك تحكي sport، what sport بعد sport have you been playing in PE physical education this term، إذا شو الرياضة اللي كنت عم تمارسها أو عم تلعبها في حصة الرياضة هذا الفصل. إذا what إذن what have your classmates been doing for the past half hour؟ إذن دائما بالسؤال منقدم الفعل اللي هو have على الفاعل. إذن what have your classmates been doing for the past half hour؟ شو كانوا طلاب صفك عم بيعملوا ال for the past half hour قبل أو نص ساعة الماضية؟ ممكن تحكي نكتب لكم جواب my classmates، أو خلاص they have been doing their homework، إذا كانوا هم عم بيحلوا الواجب، واضح إنه دحيح الشباب ولسه عم بيحلوا الجواب. وممكن تضيف طبعا for the past half hour يعني اللي هي الدلالة الزمنية قبل نص ساعة أو منذ نص ساعة. نتعرف على الفقرة الموجودة صفحة 36 جولف. إذا لعبة الجولف
During the 15th century, a similar game to golf was played in Scotland. بحكي لك في أو خلال القرن الخامس عشر لعبة مشابهة للجولف was played in Scotland. كانت تلعب في اسكتلندا. Back then, instead of using strong and durable clubs and balls. إذا clubs يعني المضرب والبولز الكرات، تمام؟ يعني بدل من استخدام كرات وخلنا نحكي عصي متينة أو مضارب متينة، people used to hit، الناس تعودت إنها تضرب البيبلز. البيبلز اللي هي الحصيات، تمام؟ هاي منظر، هذا يسموه البيبلز. إذن used to hit pebbles using wooden sticks، باستخدام عصي خشبي، ما كان عندهم مضارب. Later on، لاحقاً after getting tired of hitting pebbles، بعد التعب من ضرب الحصيات، players started trying other things until the golf ball as we know it today. يعني ظلوا الناس تعبوا من اللعب بالحصى حتى جربوا لأول مرة الكرة الجولف كما نعلمها اليوم. was invented، تم اختراعها يعني في ذلك اليوم. Golf ball أيضا are now found in many Middle Eastern countries. إذن الجولف الآن موجودة في عديد من الدول، أو لعبة الجولف موجودة في عديد من الدول الشرق الأوسط، such as Jordan، مثل الأردن، بحرين، and the United Arab Emirates والإمارات. الآن fencing، لعبة المبارسة، began as a way of practicing for duels. duels فيها يعني إيه خفيفة، duels in the Middle Ages. فإذا هي بدأت كطريقة ممارسة بين الduels الفرسان in the Middle Ages في العصور المتوسطة. when knights، النايتس هدول الأحصنة الموجودين بالشطرنج بيسموهم نايتس، اللي هم خلينا نحكي فرسان يعني. شايفين هدول الفرسان اللي بالأحصنة، هدول بيسموهم نايتس. إذا when knights used to prepare themselves by fighting، لما كانوا الفرسان يستعدوا أو متعودين هم يحضروا أنفسهم للقتال. in pairs يعني كل اثنين مع بعض زوجي يعني. with swords، مع السيوف، that were not very sharp، ما كانت حادة. it was made into a spectator sport in Spain and Italy and fencing tournaments have been extremely popular events since then. وإذا تم تحويلها إلى إيش؟ رياضة spectator sport يعني رياضة للفرجة في إسبانيا وإيطاليا. and fencing tournaments وبطولات للمبارزة have been extremely popular، كانت مشهورة جدا أو أحداث مشهورة جدا since then، منذ ذلك الوقت. until the 1930s، وحتى عام 1930 scoring was extremely difficult، تسجيل النقاط كان كثير صعب. with a whole group of judges، مع مجموعة من الجدجز الحكام. watching to see، بيراقبوا if one fencer had hit the other، إذا واحد من الفنسر المبارزين ضرب الآخر. however the judges were replaced by an electrical scoring، الحكام تم تبديلهم بتسجيل نقاط إلكترون. 8 الجواب apparatus، أجهزة. with an audible tone، مع نغمة مسموعة، يعني بتضرب الخصم اللي أمامك بالسيف، فإذا أجت بالمكان اللي بنحسب فيه نقطة برن الجهاز اللي لابسه. and a red or a green light indicating when a touch landed، فضوء أخضر أو ضوء أحمر أو أخضر يشير لما التاتش لاندد، لما اللمسة تهبط أو يعني تلمس خصمك. بادمنتون اللي هي لعبة الريشة. people have been playing sports with the shuttlecock and، إذا الناس كانت عم تلعب رياضات بالريشة. and rockets والمضارب. إذا الشاتلكوك، هاي الشاتلكوك، هاي بنسميها شاتلكوك. بادمنتون اللعبة بشكل عام، لعبة الريشة. and حكينا rockets
للمضارب. For thousands of years, لآلاف السنين, they were mentioned in written documents about ancient Greece around 2000 years ago. وكانت قد ذكرت في الوثائق المكتوبة حول اليونان القديمة حوالي 2000 سنة أو قبل 2000 سنة. يعني هذه اللعبة كانت قديمة جدا أيام اليونان. Children played versions of the game in the Far East. الأطفال كانوا يلعبوا versions يعني أنواع من هذه اللعبة بشكل أو نسخ in the Far East في الشرق أو في أقصى الشرق and in India وفي الهند in the 1860s في عام 1860 و in 1873 في عام 1873 the sport made its way back to England. إذا the sport made صنعت أو شقت طريق العودة إلى إنجلترا. It was played by guests at a house party. وكانت تلعب مع الضيوف في حفلة بيتية. The name of the house was وكان اسم البيت بادمينتون على اسم اللعبة لعبة الريشة. بادمينتون هاوس بيت الريشة. The sport has been growing in popularity. والبيت تم صار يزداد ببوبولاريتي بالشعبية تبعته and has become the fastest racket sport وصارت يعني أسرع رياضة racket مضربية يعني أو متعلقة بال خلنا نحكي العصلي أو المضارب. A shuttlecock نفس الريشة can travel up to 320 kilometers per hour يعني ضربتها تستطيع أنه تسافر 320 كيلومتر بالساعة يعني ضربتها لما تضربها ضربة قوية توصل سرعتها تقريبا 300 على فرض لو انه ضلت يعني ماشية راح توصل 320 كيلو بالساعة يعني خلال ساعة تكون واصلة لكذا. السؤال الأول how did the game of golf used to be played in the past يعني كيف لعبة الجولف كان يتم لعبها في الماضي. الجواب عن طريق instead of using strong and durable clubs and balls people used to hit pebbles using wooden sticks يعني كانوا يستخدموا المضارب الخشبية والحصيات. How was fencing scored before the 1930s؟ إذن كيف تسجيل نقاط المبارزة كان يتم عام 1930؟ Scoring was extremely difficult with a whole group of judges watching to see if one fencer had hit the other. يعني لازم يكون مجموعة من الحكام يراقبوا إذا في لاعب مبارز ضرب خصمه. How did the game of badminton begin in England؟ إذا كيف بلشت اللعبة هاي الريشة في إنجلترا؟ فممكن نحكي in 1873 the sport made its way back to England شق الطريق لإنجلند وكانت تلعب في الهاوس بارتي وكان يسمى بيت البادمينتون مثل ما شاء الله. Which of the three sports do you think is most interesting to watch or play? إذا شو واحد من الرياضات الثلاثة تعتقد إن من الممتعة إنك تشاهدها؟ أنا أتوقع الفينسينج بالنسبة لي. شوفون شو في أجوبة مقترحة. هم مش حاطين الأجوبة المقترحة ممكن نكتب جواب من عنا. I think fencing is the most interesting game because it has sharp actions between duels. إذا أنا بعتقد إنه الفينسينج المبارزة هي اللعبة الأكثر أو الأمتع بسبب إنه لديها خلينا نحكي أحداث حادة بين الفرسان between duels. عفوا between duels. ننتقل للسؤال اللي بعده. نتعرف على الفقرات cycling past present and future. إذن البسكليت في الحاضر في الماضي عفوا الحاضر المستقبل.
عمان at half past 7 أو 7:30 a.m. on a day in spring 2014. إذن عمان الساعة 7:30 صباحا في يوم الربيع 2014. People are on their way to work. الناس في طريق العمل. Some are driving. بعض الناس يقودون. Some are walking. والبعض يمشون. And some are cycling along a cycle route. وبعضهم يقودون الدراجة أو البسكليت على طول شارع الدراجة. 10 years ago, قبل 10 سنين, cycling in Jordan was almost unheard of. إذا قبل 10 سنين البسكليت في الأردن يعني unheard of, يعني ما كان مسموع بالمرة, يعني ما كان مشهور بهذا المرة. Nowadays, اليوم cyclists are everywhere. يعني سائقي البسكليت في كل مكان. Cycling is fast becoming both a popular hobby and a useful mode of transport. إذا قيادة البسكليت أو الدراجة is fast becoming, عم تصير مشهورة بشكل سريع, وهواية مشهورة, and useful ومفيدة, mode of transport, ويعني طريقة مفيدة للمواصلات, ما بتلوث البيئة. Organizations such as Cycling Jordan have been set up to promote the ecological and health benefits of the sport. إذا منظمات مثل الأردن للبسكليت أو الأردن للدراجة have been set up, تم تأسيسها عشان تدعم الفوائد الصحية والبيئية للرياضة. Ecological bee. These have been a great success. وهذه الأشياء يعني نجحت. كان لديها نجاح عظيم. With bicycle, مع البسكليت. With bicycle, higher businesses starting up. يعني فصارت مع هي الدراجات أو البسكليتات يتم higher businesses, يعني تأجير أو أعمال للتأجير starting up بدأت. فصار الناس في ناس تأجر بسكليتات بالمصاري. And cycling tours of the country becoming more and more common. وجولات يعني cycling tours, يعني خلينا نحكي أماكن للبسكليتات أو أماكن بتستأجر فيها البسكليتات of the country becoming more and more common, صارت يعني أكثر وأكثر شيوعا وشهرة. The cycling movement has grown to include school children, teenagers, families and aspiring athletes. إذن حركة السايكلينج موفمنت, يعني حركة البسكليتات أو حركة الدراجات has grown, بلشت تنمو, to include school children, لتتضمن أطفال المدرسة, teenagers المراهقين, families عائلات, and aspiring athletes, وإلهام الأبطال. Cycling is one of the most flexible forms of transport for a long distance journey through the mountains or a quick trip to the shops. إذن البسكليتات هي واحدة من الأشكال الأكثر مرونة في المواصلات for a long distance, المسافات الطويلة, for long distance journey, لرحلات المسافات الطويلة, through the mountains, خلال الجبال, أو a quick trip, أو رحلة قصيرة للأسواق. Despite this, three is still, despite this, وبالرغم من هذا, there is still work to be done if more people are to take up cycling. يعني ما زال هناك عمل ليتم إنهائه إذا الناس يعني بتجرب البسكليتات. The roads are still not safe enough. يعني لازم إنه يتم أعمال زيادة عشان الناس تخوض تجربة البسكليتات بأمان. لأنه بيحكي لك the roads are still not safe enough, يعني إنه الطرق ما زالت غير آمنة بما فيه الكفاية. And knowledge about how to cycle safely is not yet widespread. والمعرفة في كيفية قيادة البسكليت بشكل آمن is not yet widespread, لسه مش مشهورة أو لسه مش منتشرة بشكل واسع. يعني ممكن واحد مثلا يكون يعرف يقود البسكليت, لكن مثلي يعني بروح يمين وشمال ممكن يخبط بالرصيف بأي وقت. Share the road, a branch of cycling Jordan is working to, فعندك بحكي لك share the road, يعني مشاركة الطرق هي عبارة عن فرق لقيادة البسكليت في الأردن, is working to spread awareness of how to cycle safely. يعني عم بيشتغلوا عشان ينشروا الأورنس, الوعي إنه كيف تقود البسكليت بأمان, both in the city and on long distance bike rides, فسواء في المدينة أو في المسافات الطويلة. It offers advice to motorists on how to drive with cyclists on the road. وأيضا يعني تقدم نصيحة للموترجية, جماعة الميتور, on how to drive, إنه كيف يقودوا with cyclists, مع سائقي الدراجات on the road. يعني بتنصح, خلينا نحكي اللي بركبوا البسكليت وبتنصح الميتورات
جماعة الميتارات. An advice to cyclists of which the most important must be wear a helmet at all the times. وبتنصحهم إنه يعني الإشي الأهم إنه تلبس helmet اللي هي الخوذة at all time في طول الوقت كل الوقت. Hopefully as awareness of how to cycle safely spreads, more and more people will join the cycling revolution. ويعني حسب أو بما أنه الوعي يعني عم بينتشر في كيفية قيادة البسكليتات بأمان، ناس أكثر وأكثر سوف ينضمون إلى cycling revolution، يعني نحكي ثورة البسكليتات. Read the text again and answer the questions. What do the underlined words refer to? إذا الكلمات اللي تحت خط على ماذا تعود؟ فبيحكي لك some اللي هي كلمة some اللي بالسطر الثاني تعود على people, this اللي بالسطر السادس تعود على organizations, it اللي بالسطر 15 تعود على share the road. والسؤال الثاني, what is the main difference according to the article between a street in Amman 2004 and the same street in 2014؟ بحكي لك وفقا للمقالة شو الفرق بين الطريق في عمان 2004 والطريق في عمان 2014. 10 years ago there were no cyclists on the roads. قبل 10 سنين ما كان فيه أي سائقي بسكليتات بالشارع أبدا. Why do you think the writer of the article calls cycling a useful mode of transport? ليش تعتقد أنه الكاتب أطلق على البسكليتات إنها طريقة مواصلات آمنة؟ أتوقع شو قال؟ طريقة useful مفيدة عفوا. فعشان أول شيء صديقة مع البيئة. طبعا هون بحكي لك students own answers. فنجاوب because it has many benefits for health, لديها العديد من الفوائد للصحة and environment. إذن في عديد فوائد للصحة وللبيئة. السؤال الرابع, what are the two main problems that remain for road cyclists in Jordan? What is being done to resolve them? بحكي لك شو هم الطريق يعني شغلتين أو المشكلتين الرئيسيتين اللي بقيت في الشوارع الأردن. What is being done to resolve them? شو اللي عم يتم عمله عشان حل هاي المشاكل؟ هذا السؤال كم حكينا؟ الرابع. The two problems are unsafe road and lack of knowledge about cycling safety. فالهم المشكلتين اللي عدم أمان الطرق وقلة المعرفة في طريقة القيادة أو في أمان القيادة. An initiative called Share the Road to give. ولما حكينا عن المبادرة اللي صارت من قبل Share and Road إنه بيعطوا نصائح للمترجية ولا جماعة البسكلجية. Do you think that share the road is doing enough to increase awareness? هل تعتقد انه الشير او يعني اللي هي منظمة شير the road مشاركة الطرق عم تعمل بما فيه الكفاية لنشر الوعي؟ فهون إجابة مقترحة, perhaps share the road could do more. ممكن انه share the road تعمل اكثر, such as working with town officials to create pro cycling laws. حلو هذا بحكي لك انه يعني انه تعمل ممكن تعمل اكثر, مثل إنها تعمل مع town officials يعني مسؤولين بلديات to create pro cycling laws عشان يقوموا بإنشاء أو بإصدار قوانين خاصة أو متعلقة بالبسكليتات. Discuss the advantages and disadvantages of a city where private transport such as cars and private taxis is banned. Would you cycle or take public transport? Why? بحكي لك يعني ناقش الإيجابيات والسلبيات لمدينة فيها private transport اللي هي الـ يعني وسائل النقل المواصلات الخاصة such as cars مثل السيارات والتكاسي الخاصة is banned يعني يتم حظرها. Would you cycle or take public transport? هل تود قيادة البسكليت أو أنك تأخذ وسيلة مواصلات؟ فهلا في بعض المدن كأنهم بيمنعوا التكاسي وبيمنعوا السيارات الخاصة بس فيها مواصلات كأنه حكومية وبسكريتات.
own suggested answer. The advantages are that pollution would be much less as would traffic problems. فبيحكي لك انه يعني الايجابيات انه راح يكون تلوث اقل من لما يكون في مشاكل as would traffic problems, يعني كما هو الحال في التلوث الموجود بالترافيك, الازدحام والسيارات. Disadvantages might include being less independent. سلبيات انه ممكن تكون اقل استقلالية. I would like to cycle when it's not too hot. يعني انا اود انه مثلا اقود الدراجة لما ما تكون حر كثير. يعني اكيد. And take public transport for the rest of the time. واخذ مواصلات في باقي الوقت. اذا خلينا نحكي بنحب انه نقود الدراجة لما يكون الجو معتدل, المشاوير قصيرة الى اخره. لكن لما يكون في مشاوير طويلة او الجو حر او هذا, بيضطر انه الانسان ياخذ وسيلة مواصلات تريحه. في مقولة هون لعمك أينشتاين بيحكي لك education is what remains, التربية هي التي تبقى بعد ما الإنسان الواحد ينسى اللي تعلمه في المدرسة. طال حظك يا أينشتاين. What is the Dunwich Dynamo؟ شو هو Dunwich Dynamo؟ إذن هون كاتبين عن Dunwich Dynamo, هو عبارة عن سباق. It is a bicycle race in the south of England, يعني عبارة عن سباق للبسكليتات في جنوب انجلترا. which takes place overnight, واللي بيصير ليلا. beginning in east london, ببلش في شرق لندن. it is called the dynamo, يلقب بالدينامو because the race happens at night, لانه الحدث بيصير بالليل. and the cyclists must thus use lights, وانه العمك الدراجين لازم يستخدموا الاضواء. a certain brand of which are called dynamos, يعني a certain brand, يعني خلينا نحكي نوعية لهي الأضوية تطلق عليها الديناموز. أتوقع يعني يمكن جماعة السيارات بيسمعوا مصطلح الدينامو من وراء الميكانيكية اللي عندنا في الأردن. نتعرف على المعاني هون. عندك أورز المجاديف, راكت المضرب, آيس سكيتس زلاجات, هيلمت الخوذة, شاتل كوك الريشة, جوجلز اللي هي نظارات سباحة, ستيك عصاي, وبات نبات, شو ضل بات اللي هي اللي كانوا هاي العصاية بيسموها توقع بات عصر خفافيش, ما أعرف ليش سموها بات. طيب work in verse, say the rule or the name of the sport associated with the equipment, can you partner guess which equipment you are describing. إذا بحكي لك say a rule, قل اسم الرياضة المتعلقة بالعدة. can your partner guess, هل بيستطيع انه صديقك او شريكك انه يخمن شو هي العدة you are describing اللي عم توصفها. فهون مثلا بحكي له you use this in table tennis, you hit the ball with it, انت بتستخدمها في تنس الطاولة وبتخبط فيها الطاولة. فحكى له it's a bat اللي هي المضرب. picture F, إذا هذا هو اللي بيسموه البات. معناته إحنا شو حكينا؟ معناته هي ستيك لحاله, ستيك اللي هي العصاية. إذا هاي البات اللي هي المضرب, تمام؟ ما لها علاقة بالخفاش. هي بات معناها خفاش من كلمة باتمان, بس هون ما لها علاقة. طيب work in pairs, write the rules for three. Can you guess the sport you are describing, هل تستطيع تكتب قوانين لثلاث رياضات مختلفة؟ هل يستطيع أي واحد أن يخمن شو هي الرياضة اللي عم تصفها؟ You have to hit a ball over the net, لازم تخبط الطابة أعلى شبكة. You can't throw the ball, ما بتستطيع أنك ترمي الطابة. Kick it, ترفسها, تشوطها برجلك. Or catch it, أو تمسكها in your hands, إيدك. Is it a tennis, هل هي تنس؟ Yes, it is, بدك تعمل في هاي الطريقة نفسها. إذا نكمل هذا التمرين الاستماع. Swimming builds up strength and improves stamina. إذا بحكي لك السباحة تبني قوة وتحسن التحمل. stamina هي التحمل. You can use up a lot of energy when you play tennis. تستطيع أن تستخدم الكثير من الطاقة لما تلعب تنس. Gymnastics اللي هي لعبة الجمباز increases strength and flexibility. بتزود القوة والمرونة. Running is excellent for your legs, heart and lungs. إذا الراكد ممتاز لرجليك قلبك ورئتي.
The good thing about football is that it helps improve agility. إذن الحلو بالفوتبول إنه بتساعد على تحسين الأجيليتي للرشاقة. Aerobic exercise uses all of the body all of the time. إذن تمرين الأيروبيك تستخدم كل الجسم طول الوقت. هون عندك تمرين محادثة. Choose a sport you have played. Tell your partner about it and about its benefit of your... اختار رياضة واحكيها لصديقك وعن فوائدها. هون عندك تمرين كتابي. Write a paragraph about the sport you choose. اكتب فقرة عن الرياضة اللي بتختارها وحاول انك تجاوب هاي الأسئلة. How long have you been doing this sport? كم صار لك عم تلعب هاي الرياضة? How often do you do this sport? كم مرة تمارس هاي الرياضة? Why do you enjoy it? وليش تستمتع فيها؟ طلاب الأول ثانوي حللنا لكم الأشياء المهمة. يعطيكم العافية. بالنسبة لهي التمرين اللي بيحب يستزيد يستزيد هو وشطارته وهوايته في الكتاب. شاكر وقتكم، بتمنى لكم يوم سعيد. السلام عليكم.